نتمنى مع اللي كيشوف هذا الفيديو يدخل يقلب على هذه الماده السامه اللي كلاها في الدلاح. الدلاح ما كان غير جوج دراهم الكيلو. الدلاح المغربي كيحتوي على مبيد سام سميتو الميتوميل اللي غنصدروه اليوم للاتحاد الاوروبي وبالضبط اسبانيا، وغتقول لنا عباد الله اش كتوكلوا المغاربه راه تما كيحتوي على ميتوميل. حنا غادي نصدروا الاسبانيا الدلاح وهي غترجعوا لنا وتقول لنا ردوا البال راه عندكم الميتوميل. المسؤولين كانوا ناعسين عاد فاقت لونسا. لونسا وما ادراك ما لونسا. انا علاش كنعصبره فيا ما نسكتش ما نهضرش في هذه المواضيع ولا علاش قلب كاع في هذا الشيء هذا، ولكن فريمون انا كليت الدلاح بحالي بحال الناس وليداتي كلاو الدلاح وكنتمنى من ربي يحفظ حيت ربي غيحفظ. المغاربه خصهم يعرفوا بان الشحه اللي كترجع من اوروبا ان شي فيها شي ماده سامه ولا فيها شي مبيد زايد فوق القياس ولا خا ما يكونش كيضرب الصحه كتقول تحت الاوروبي ما ناخذوش كيدخل عند المغاربه ياكلوه. عاد غيخرج اليوم واحد البلاغ وغيقول للمغاربه من بعد ما كلاو الدلاح مزيان حنا عارفين علاقه الدلاح في هذه الوقيته مع المغاربه، يعني ما كاين يكول كول كول حتى الوقيته هذه هي اكثر وقيته كنستهلكوا فيها الدلاح حتى قرب يخرج عاد عرفوا المغاربه راه فيها الميتوميل. ولكن الاهم راني وصلت ليه هو انني ما نكونش بحالك ونموت نكره ونهضر تحت الكواليس ولا تانا كلشي حاجه عاد تخرج النظر ونبدا نسب في اعراق الناس ولا في الوالدين. ما كنتعاطاش وما غنتعاطاش، داكشي علاش ما غاديش نجاوب داك السيد اللي كتقول لي كاملين جاوبوا جاوبوا اخي اسرع شويه السيد هذا يوصل الشهره اللي بغى يوصل واخا تكون ماشي في العالميه يوصل فين بغى. ما غاديش نوسخ فمي ونجاوب. جوج درهم جوج درهم جوج درهم الكيلو، شنو هي اللي جوج درهم الكيلو اخي اسرع؟ شنو هي الحاجه الرخيصه بجوج درهم الكيلو اللي ناكلوها حتى حنايا؟ الدلاح ما كاين غير جوج درهم الكيلو. الدلاح المغربي كيحتوي على مبيد سام سميتو الميتوميل اللي غنصدروه اليوم للاتحاد الاوروبي وبالضبط اسبانيا، وغتقول لنا عباد الله اش كتوكلوا المغاربه راه تما كيحتوي على ميتوميل اللي هو واحد الماده غنخليكم تقلبوا عليها في ويكيبيديا باش تعرفوا الاضرار ديالها على الجسم ديال الانسان. حنا غادي نصدروا الاسبانيا الدلاح وهي غترجعوا لنا وتقول لنا ردوا البال راه عندكم الميتوميل. المسؤولين كانوا ناعسين عاد فاقت لونسا. لونسا وما ادراك ما لونسا. تنظن واقيلا تدخلوا بحثوا شي شويه على لونسا وشوفوا الدور ديالها من غير عيد كبير شنو كدير للمغاربه وشنو هما الاهداف ديالها وعلاش جايه اللي تابعه لوزاره الفلاحه القطاع الوصي عليها. عاد غيخرج اليوم واحد البلاغ وغيقول للمغاربه من بعد ما كلاو الدلاح مزيان حنا عارفين علاقه الدلاح في هذه الوقيته مع المغاربه، يعني ما كاين يكول كول كول حتى الوقيته هذه هي اكثر وقيته كنستهلكوا فيها الدلاح حتى قرب يخرج عاد عرفوا المغاربه راه فيها الميتوميل. انا كنقول لك من هذا المنبر هذا المغاربه ربي كيحفظهم، ولكن صحتهم راه كنشوفوها من بعد كي تتولي. هذه رساله غنوجهها قبل ما نوجهها لاصحاب المخطط الاخضر اللي كيظنوا انه كان ناجح بجميع المقاييس ومن جميع مستوياته، غنوجه واحد الكلام اخر اللي كيظنوا ان اشرف بالمدن كيسترزق من الادسنس. هذا الفيديو هنا تحت في الصوره غيكون واضح لكم بانني انا ما لاقيتش الوقت نفعل داك الفلوس، وبالنسبه لكم انتم ان الفلوس هي كل شيء في الدنيا انا عندي حاجه اخرى. انا بالنسبه لي الكونسيبت ديال الدنيا كامله غملكيات غندخل وغنخرج، وجوج كنامن بهم الموت والرزق حتى ربي سبحانه وتعالى حددهم بحال بحال، ما كتعرفش وقتاش تموت وما كتعرفش رزقك فين كاين، داكشي علاش موكل عليه وحاط اوبجيكتيف في عينيه. غنوصل ليه ان شاء الله في واحد الوقيته، ولكن الاهم راني وصلت ليه هو انني ما نكونش بحالك ونموت نكره ونهضر تحت الكواليس ولا تانا كلشي حاجه عاد تخرج النظر ونبدا نسب في اعراق الناس ولا في الوالدين. ما كنتعاطاش وما غنتعاطاش، داكشي علاش ما غاديش نجاوب داك السيد اللي كتقول لي كاملين جاوبوا جاوبوا اخي اسرع شويه السيد هذا يوصل الشهره اللي بغى يوصل واخا تكون ماشي في العالميه يوصل فين بغى. ما غاديش نوسخ فمي ونجاوبوا. ما كنقسم لكم الا ما عمريش داك الفيديوهات ديالو، اول فيديو غنشوفو هو حتى اليوم غيسبني ولا غادي يقول داكشي. غادي ندوز نحيد باش ما نطولش عليه الهضره بزاف، وغادي نهضر لكم على الميتوميل ما غاديش نهضر عليه بزاف. غادي نتمنى مع اللي كيشوف هذا الفيديو يدخل يقلب على هذه الماده السامه اللي كلاها في الدلاح، دخل قلب هذا المبيد الميتوميل. انا اللي ضرني في خاطري هو علاش اليوم الاتحاد الاوروبي كتقول لكم بانكم راه الشحنه اللي صيفطتوا لي راه فيها واحد الماده مرتفعه اللي هي مبيد الميتوميل راه صيفطتوا لنا ردوا البال. علاش؟ حيت كاين واحد اليقظه في الاتحاد الاوروبي عندهم بحال جرس الانذار، خليك من لونسا واللحم تيخناز عاد كتخرج لك بلاغ ولا كتلقاو شي ماده سامه في الدلاع عاد تيخرج لك بلاغ ولا لا. انا كنهضر لك على الاتحاد الاوروبي ملي كتدخل شي شحنه اذا كانت مثلا زيد مطيشه عندهم واحد النسبه ديال شي مبيد زايد غير ب 0.01 كيرجعوا لك الشحنه كامله. هاك المغاربه خصهم يعرفوا بان الشحنه اللي كترجع من اوروبا ان شي فيها شي ماده سامه ولا فيها شي مبيد زايد فوق القياس ولا خا ما يكونش كيضرب الصحه كتقول تحت الاوروبي ما ناخذوش كيدخل عند المغاربه ياكلوه. ولا قلتي واش عندك شي دير نقول لك غدا سير الصباح للمارشي كريو وسول على مطيشه غتلقى واحد المطيشه زوينه وكبيره واعره وغتلقاها بواحد الثمن منخفض. ملي غتسول تيقول لك سميتها الريفولي اللي مرجعين لنا الاتحاد الاوروبي. انا اللي كيضرني خاطري ملي كنشوف هاد لونسا هادي شنو الدور ديالها اليوم اللي تال الاتحاد الاوروبي كتقول لك عباد الله فيقوا عاد مخرج لي هاد البلاغ هذا هو الصويره خاسر عليا بلاغ حتى المغاربه ضربوا القليل فيهم ضرب 70 دلاحه هاد الصيف هذا. عاد مخرج لي بلاغ كتقول لي ردوا البال رد اللح فيه مبيد الميتوميل.
دير شي تصويره صفيق من ويكيبيديا على الاضرار ديال الميتومي اللي قراوها. دير اما راه تنظن ان معظم ديال الناس راه ما غايسالوا هذا الفيديو، ما غايدخلوش يقلبوا على الميتومي شنو كتعني. خليك من الفرشه المائيه وخليك من الكلام ديال الوزير اللي كيقول لك نجاح ديال 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 المخطط الاخضر. وي كان ناجح المخطط الاخضر، كان ناجح بالنسبه للناس، كان ناجح في الكونت بونكير ديال بعض الناس. اما لكن غنهضروا على النجاحات ديال المخطط الاخضر، نهضر معاك اخويا فينا هو الدلاح، فينا هو المغربي اللي كنا كنقولوا عليه البوري، فينا هو الزعبول اليوم الهنديه، فينا هو فينا المنتوجات المغربيه، مطيشه هي الاخرى كنجيبوا الزريعه ديالها. البطاطا في الغرب حيدتوها ودرتو لها فوكا. انا علاش كنعصب؟ راه فيا ما نسكتش، ما نهضرش في هاد المواضيع، ولا علاش قلف كاع في هاد الشيء هذا؟ ولكن فريمون انا كليت الدلاع بحالي بحال الناس، ووليداتي كلاو الدلاع، وكنتمنى من ربي يحفظ حيت ربي غايحفظ. كاين واحد النظام في اوروبا سميتو الغاصب، RSFF، هذا واحد النظام تيدير لك واحد حاله الطوارئ اذا دخلت شي كميه ماشي تهلي ولا شي منتوج واحد من جميع انحاء العالم فيه شي مبيد معين. فين هو المغرب هنا؟ هنا كيدخل اللي بغى يدخل، اللي باغي يجيب تصدير وصدر كي بغيتي. عندك مشكل في الخضره وراه في الاتحاد الافريقي كيهبط الخضره هكاك بدون ما برلماني. اليوم عنده 200 هكتار في الغرب، كل هذا كله لافوكا، وحنا كنعرفوا اليوم غير لافوكا وحده كتكلفك 1000 لتر ديال الماء، ضربة ما بالك من 500 هكتار عباد الله ولا 300 هكتار ديال لافوكا. شنو هي 300 هكتار؟ واخا تكون كتسقيها بالبحر ينشف وكتسقع. جمون فوه سيد راه برلماني وولدو برلماني ورؤساء جماعات ولعل كترضى شكون اللي يقدر يهضر. انا والله القسم الى هاد لونسه هادي غادي نحاولوا نبحثوا مزيان في هاد الموضوع ديال هاد لونسه، وغنعطيك انا الدور ديالي ونعطيك المعلومات، وكنقولها لك هادشي كامل الهدف ديالي هو ما نموتش نكيره. الا انت قادر تموت نكيره وقادر تسكت ما غندوش نكيره. الا بالنسبه لكم انني هادشي كنديروا مواطن، راه ماشي مواطن اخويا، انا صحفي في الزنقه مواطن، مي هنا غندير الدور ديالي، غتوصلني المعلومه غنعطيها للمغاربه وغنبسطها لك. بغيتي تقولها شعبويه غنوصلها لك الشعبويه، بغيتي تقولها بالديمقراطيه نوصلها لك الديمقراطيه، بغيتي تقولها بالقانون نوصلها لك بالقانون. واللي عنده شي حاجه راه القضاء مبا مباك. كنظن الحمد لله على الاستقلاليه ديالو، كون ما كانش مستقل الكرة مع الله فين انا. اما الروابيدات راه ما كنضيعش وقتي نتفرج فيهم فيديو ديالي، وما كان ما عرفوش في الكلام اللي كنقولوا راه غير كيطيح، راه ما عرفوش حتى الفيديو باش بادي راه ما باديش، ما عنديش حتى البدايه ديالو. غير ملي قريت داك البلاغ ديال لونسا بقيت كنقول فين هي لونسا؟ الدلاح راه سالا تا سالا، انتم مع الخارج اليوم كتقولوا المغاربه راه فيه مواد سامه ولا فيه مواد خطيره؟ تا سالا الدلاح تا كلاو المغاربه. كون ما كانش شي نظام اللي غنمشيو غنتداو تي. شوف قدر الله ما شاء فعل.